كنت اليتاماك. لما عادت السيدة زينب عليها السلام إلى كربلاء وأرادت الخروج منها، قالت عند خروجها: يا أخي، لقد كنت ليتماك في طريق الشام كالأب الرؤوف، ولبناتك كالأم الرؤوم، وكنت أتلقى السياط برأسي وكتفي لأدفع بها عن أطفالك، وكانت أختي أم كلثوم أيضاً كذلك تقي أطفالك من السياط بنفسها ورأسها وكتفها.